جايز ما كنت حاسه ممكن تحسي كان فعلا غيرت سكن. رايكم قولوا لي بالكومنت حلو ولا لا. اليوم فكره الفيديو احس ما حد سواها. فكره الفيديو انه اول شيء نلعب لعبه عجله الحظ وبنشوف الالوان اللي راح تطلع لنا وراح نتخبى فيها، بس راح نلعب بعد الايتام اللي فيه وايد الوان اكثر عن لون واحد. اشوفوا ما شاء الله يا جماعه، شوفوا هذه البنت اللي لابسه اسود كله اسود، وهذه انا هذه احب اللون الاسود فسويت شخصيه سوداء. طبعا غيرت المشية لان طفشت من هذه كريم كاي، احب هذه كيوت. المهم تعالي يلا، تعالي اول شيء انا العب ولا انت؟ يلا حجر قلم قص. حجر قلم قص اوكي. تعالي وحده العب شو اسمها عجلة الحظ وارجع لكم. طبعا يلا الحين راح العب حجر عجلة الحظ ويلا نشوف شو راح يكون. ايوه ازرق ازرق لون مفضل انا بعد. يلا الحين خبب لي عن ازرق، لا تشوفين ابدا. اوكي لازم بروح خلاص. حين لا تشوفيني وراها البيت اللي عدالك. انا بدور لي مكان ازرق. يعني شوفي ها مخبى. اوكي لا تشوفيني ويرج، بشوف الخشب. طبعا راح اسرع الفيديو وانا متخبى بس نكمل البيت. تخبيت هني، اعرف ان يعني ما في مكان، بس ما في اماكن وايد بلون ازرق، لو طلع لي لون اسود او ابيض بيكون في وايد اماكن اعرفها، فيلا دوريني. اوكي. طبعا اسفه اذا ما تسمعون صوته لان احنا مش قريب عن بعض، احنا بعيد عشان ما تشوف انا وين. انا بقول لك لو اشوفك ولا لا، يلا وينك؟ اوكي انا بطلع. اوه ماي جاد اشوفك. ايش فيك؟ ايش فيك؟ اشوفك. الحين رحتي عند الاكل مطبخ. والله اوكي ما لقيت لي مكان، ف يلا الحين راح نشوف مال هذا. انا جبت عليك العجله. لا لا اصفر طلع لها اصفر، الحمد لله ما شاء الله كان وايد اصفر. سلام. هذه شو اسمها ليسا؟ شو رايك بسكني؟ طبعا جايز طلع حق بشرة اصفر وصديقتي ليسا قالت تصور معانا، فيلا انا بشيلها. مرة كيوت. اول شيء بشاير بتتخبى مكان باللون الاصفر. شكلها ما فهمتنا. دقيقة مكان لون أصفر كوني معه. أتمنى إن شافت الفيديو تفهم كيف قصدنا لأن أنا ما عرفت كيف أفهمها لأن ما أعرف كيف. المهم يلا أنا راح أروح هنا، أنا أطلع برا البيت. لا 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 خلي ليسا وياي. ليسا تعالي، يلا ليسا تعالي. خليها ترجع شوي. مين؟ ليسا. لا أنت روحي خبي وإحنا ندورك. اوكي بقولها برا، انت روحي تخبي بس. معلق عندي. انا بعيدة عن النت. دقيقة بروح عند الباب. ان شاء الله ما يطردني. فيلا تعالي ليسا. يلا بروح هني. اوكي بقول الحين التحدي. اسمعي التحدي هو بعجل كريم وين كتب؟ ممكن قصدي كذي بعد اوكي بعد لا الحظ الالوان الوان فن. يا الله هي تتخب. فهمت. تتخب باللون الاصفر.
اخيرا فهمت. قولي بقت ساعه. اوكي يلا يلا ندور. دقيقة
جاهزة، أنا بتم أدخل كذي وين كنتي مرة صعب. والله مكان مرة سهل طبعا، عشان شو اسمه، عشان ما طلعني برا. وردية حرام، ما في لون وايد وردية. لا في لون طلع. يلا ننهي الفيديو. أوكي خلاص، قولي باي. هنا وصلنا نهاية الفيديو، لا تنسوا اللايك وشير سبسكرايب، وإذا مش مشترك سووا اشتركوا في القناة. بس جايز وايد أحبكم، و يلا خلينا نستنى أحد يقول باي وراح أنهي الفيديو. باي. ليسا قولي باي. باي. حطوا لايك كثير يبكفوا. واليوم متابعين. باي. بس جايز أحبكم، باي.